لأن الأولويات تتغير عند الموت فتكون أولويات الغافلين في الحياة هو صحيح عند الفلوس الأولوية يدير السيارة يدير النساء هي يدير تبرع يدير ال... منين يجي الموت قولوا له فكروا قولوا الآن وأنت الآن ما تقدر لا تهدر لا وثقل عليك بدنك وارتخى لسانك وشخصت عيناك هسقسيو قولوا الآن ما الذي تشتهيه يقول لك يا الله اضعت حياتي اضعت حياتي من جاي يموت هارون الرشيد؟ قال لهم خرجوني خرجوني برا خرجوني خرجوني خرجوا وبقى يبكي ويقول يا الله يا الله يا الله يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه زال 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 واما جعفر المنصور من جيموت دخل عليه من يحفر القبور ذاك اللي قال له روح حفر القبر دخل عليه قال له يا ليتني كنت مثلك ما وليت شيئا من امر المسلمين قال تحسب عليها كل شيء فقال حفار القبور الحمد لله الذي جعل الملوك عند موتهم يتمنون ما نحن فيه وعند موتنا لا نتمنى ما كان فيه الملوك نعاود لكم هذا الكلام نعاود لكم قال له واجد القبر راسي قال له واجد قال له تمنيت لو ان حياتي فوتت نحفر القبور للمسلمين ولا هذه المصيبه اللي وليتها كي غادي نقول لسيدي ربي غادي فقال حفار القبور الحمد لله الذي جعل الملوك عند موتهم تبدل الاولويات ما بقاش ترك قوي والسلطان ومن الزبانيه والكذابه والمنافقين والحسن الطباصه واللي بندر واللي يغني ولو الشعاره وهو غير وقالوا قالوا الحمد لله الذي يتمنى الملوك عند موتهم ما نحن فيه الان يتمنى يكونوا حفاري القبور ولا نتمنى نحن عند الموت ما كانوا فيه ما كانوا فيه لانك كي يجي الانسان واش ما غادي يفكر يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك شكون فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت شو الولا شو الاولويه فيقول هل الاولويه ربي عنده غير حاجه ما نمشيش درك اردني كنت خافل لو لا اخرتني الى اجل قريب غير شويه غير شويه اش ندير فاصدق واكون من الصالحين بغيت نولي نكون صالح يتمنى عند الموت يكون صالح ما يتمناش يدير الفلوس ولا قال سيدي قال سيدي لو يملك ملء الأرض ذهبا يريد أن يفتدي بها من هول المطلع عند الموت لا يقبل منه لا يقبل من يدور على الشفيع ما كاش الحميم ما كاش لا شفيع ولا حميم